طيب من خبر عبد الناصر في بدء العمر؟ من خبره؟ من عرف انه عنده هذه الموهبه في القياده؟ اعتقد كل اعضاء الثوره كانوا يحسوا بهذا، وبالتالي كان في غيره، ما فيش شك. يعني البغدادي كان له مواقف قويه جدا كراجل صاحب قرار، حسين الشافعي كان واخد اتجاه معين، نعم كل واحد منهم كان له. حضرتك بتقول كان في غيره؟ طبعا. بمعنى ايه الغيره؟ يعني مش عاوز اقول تنافس، يعني تنافس. بس كان في تيم، دي مهمه جدا بقى. كانوا برضو بيعملوا كفريق، بيحترموا القياده بتاعتهم. لما بدات بقى المصالح تتعارض، حصل الخلافات، وحصل بقى الاستبعاد لبعض القيادات الخاصه بالثوره، وده اللي بيحصل النهارده. نعم نعم، بس على واسع بقى، على واسع. تفتكر في زمن عبد الناصر لما عمل منظمه الشباب، هل ده كان عمل جيد؟ شوف، ده كان جزء من التحول الاشتراكي. نعم، انه تدريب الشباب على السياسه. حضرتك عشت ده؟ عشت ده طبعا. هل كنت ترى انه تدريب الشباب على السياسه كان مهما داخل الجامعه؟ شوف،